هذا اليوم هو يوم عرفة، من أهم العلل الغيبية في هذا اليوم للوصول إلى المقاصد الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه رأى شخصا يسأل الناس في يوم عرفة، فقال له: ويلك، تسأل الناس في هذا اليوم؟ هذا هو يوم السؤال من الله. إذا واحد مضطر ما في إشكال، إذا فقير مضطر ما في إشكال مضطر، ولكن هذا هو يوم السؤال من الله سبحانه وتعالى. الدعاء عروج بالروح إلى عالم الملكوت، بعيدا عن هذه الأدناس المادية التي أغرقنا أنفسنا فيها، ولكن هنالك شيء آخر أعظم من الدعاء ويجب الإتيان به إلى جانب الدعاء، وهو التطهير. تطهير هذه النفس من ذنوبها وآثامها. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. الدعاء في هذا اليوم ربما لا يرتفع إذا كان في عنق المؤمن ذنب يمنع هذا الذنب، يقف بين السماء والأرض ويحول بين الدعاء وصعوده إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. هذه الذنوب أهم شيء في هذا اليوم، أن يتخلص الإنسان فورا من هذه الذنوب. إذا واحد يطلبك في هذا اليوم لا تقل غدا، غد مفتاح من مفاتيح الشيطان، مفتاح من مفاتيح جهنم. الآن الإنسان يذهب ويؤدي ذلك الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المرحومين في هذا اليوم، ولا يجعلنا من المحرومين.